في ارتفاع كبير في الحقيقه. خبر تاني هننتقل ليه، وان في ارتفاع كبير في اسعار البطاطس شهدته الاسواق المصريه في الفتره اللي فاتت، وكمان اختفائه في بعض الاسواق. امبارح بقى شعبه الخضروات والفاكهه كشفت عن مفاجاه خطيره جدا في المساله دي، واكدت ان كبار المنتجين قاموا بتخزين كميات كبيره في الثلاجات لتعطيش السوق ورفع الاسعار. الشعبه قالت ان اسعار البطاطس ارتفعت في الجمله من 7 ل 9 جنيهات، وبتصل للمستهلك في بعض الاسواق ما بين 13 ل 14 جنيه للكيلو. اما وزاره الزراعه اشارت لان ارتفاع سعر المنتج في الاسواق بيعود لمبالغه عدد من تجار التجزئه في رفع السعر. اعتقد اولا ان الشعبه تؤكد واقعه زي دي معناها ان هي عندها دليل بالصوت والصوره انه فعلا في حاله من التخزين المتعمد من قبل التجار البشعين عشان يعطشوا السوق ويرفعوا الاسعار. تاني حاجه، دي مش اول واقعه من قبل تجار في اي حاجه، ان هم يعني فئه التجار الجشعين اللي بتستغل الظروف وبتصعبها على المواطن. يا جماعه يعني بنطالب في الحقيقه بتغليظ العقوبات شويه، يعني لازم يكون في عقوبات رادعه تخليهم فعلا قبل ما يعملوا كده يفكروا مره واثنين وثلاثه، لان المواطن مش مستحمل ولا ايه؟ مش حمل بقى ان يعني طبعا ولا ايه، بس هو كمان في بعض خلينا نقول المؤشرات في الفتره اللي فاتت كانت بتؤدي او بتقول انه هيكون في ارتفاع في سعر الاسعار، لانه مثلا على سبيل المثال وزير التموين قال في تصريحات لي امبارح اثناء افتتاح ايضا منطقه لوجستيه في البحيره، قال ان احنا نصا بنفسح الخضار لانه تكلفه النقل بقت تكلفه كبيره جدا، فالخضار بيتنقل من الدلتا للمدينه. يعني هو قال كده، يعني هو قال المقصود بيها ايه بقى؟ انا هقول لك اهو، ان احنا بننقل الخضار من الدلتا للقاهره والمدن، وبعدين بيرجع تاني ننقله من القاهره والمدن للدلتا، وبالتالي بتبقى دبل كوست او عمليه بتكلف كتير جدا في عمليه النقل، وده بيعود بقى في الاخر على المنتج بشكل او باخر. طيب كمان في تفسير تاني بيقول انه المعروض اصلا قل في الفتره دي من الاسواق، لان دي فتره الانتقال من موسم الى موسم، ومفهوم الزراعه بيقول لك يعني موسم العروات او انتقال من موسم زراعي لموسم زراعي تاني، وبالتالي فالمعروض قل، وبالتالي فاسعار كل الخضار ارتفعت. في بقى فاكره كنا ناقشنا موضوع الطماطم قبل كده من كام يوم، واسعار الطماطم بس ده قالوا انه التقاوي كان فيها مشكله السنه دي، فالمحصول قل، وبالتالي سعر الطماطم من ضمن الاسعار بس ده في اطار مستورد معين مش بشكل عام، ما هي اثرت بقى على السوق بشكل عام. طيب يبقى ده اصل الكلام اللي انت بتقوله ده بينفي جزئيه ان في جشع من التجار تعمدوا تخزين البطاطس. هو في ازمه، في ازمه، وكل واحد بيشوف انه في جزء مسبب الازمه دي. في ناس بتشوف جشع التجار، في ناس تانية شايفه انه في عوامل معذور انه في عوامل تانية. التاجر نفسه هيدافع عن نفسه يقول لك ما التكلفه عندي زادت. يعني هي حلقه مفرغه بنلف فيها، بس وزاره الزراعه طلبت وزاره التموين خلينا نقول بانه يكون في منافذ اكتر من قبل وزاره التموين عشان يكون البيع بسعر اقل، وبالتالي نحاول نخفف من فكره جشع التجار. وفي ناس بقى ثالثه بتقول طب فين اصلا الرقابه، انا مالي كمواطن في النهايه، انا محتاج رقابه على العموم، سواء كان ايه السبب بالزبط. انا في الاخر انا المضرور. يعني على العموم احنا يعني كاعلام لازم نتابع الواقعه دي او نتابع هذا الملف ونعرف بالظبط الموضوع هيتحل ازاي او ايه الاجراءات اللي هيتم اتخاذها، عشان حتى لو هي دائره مفرغه زي ما انت بتقول يتم التعامل معها بشكل او باخر. هي روايات مختلفه احنا طرحنا روايات، ما في الاخر المواطن مالوش دعوه على فكره بالظبط، خاصه ان هو مش في ارتفاع سعر البطاطس بس، وارتفاع سعر البطاطس والطماطم والخيار وحتى الفول وصل 20 جنيه في بعض المناطق، دي طبعا دي سلعه استراتيجيه وكل واحد عنده اسبابه. ما انت طبعا يعني حسب كلامك كل واحد عنده اسباب، يعني كل واحد عنده اسباب لارتفاع الاسعار. طيب